اهلا وسهلا فيكم في الدرس الحادي عشر، كيف تسوي جزيرة على برنامج اري الاجن. في هذا الدرس اخيرا راح نخلص من المي ونضيف المحيط تبعنا اللي حيباني اللعبة على بشكلها الحقيقي. خلينا نبدا ونقول بسم الله. اول اشي بتسويه بتيجي بتمسح المي الموجودة هون، هيك رجعت الجزيرة صارت الارض موجودة عادية. بدنا نضيف المي تبعيتنا، بنيجي على edit، نيجي على plugins، نكتب water. خلينا نضيف البلاجن هاد، نحكي له يس. راح يطلب منا الان نسوي ريستارت للبرنامج، بنقول له سيف سيلكتد ونستنى عليه شوي. خليه يشغل برنامج اريال انجن مره ثانيه. بدا تشغيل اللعبه. هيك اخيرا الان راح يفرق معانا كثير كثير منظر العالم تبعنا. خلينا نشوف، بلش كومبايلينج شيدرز. طبعا في هذا الموقف الان راح ياخذ شويه وقت، برجع لك بعد ما يخلص. اخيرا رجعنا لكم بعد 5 دقائق تقريبا، اخذ حتى ينزل الشيدرز وشويه وقت حتى يفتح الاديتور. الان خلينا نبدا نضيف في المحيط. نيجي على بليس اكتور، نكتب ووتر هون، نمسك الووتر بادي كاستم، اول واحد فوق ووتر بدي كاستم، وبنحطه هون. حطينا المحيط، ولكن المحيط صغير جدا لان عباره عن 1 × 1 × 1. خلينا نقول له 10000 تقريبا، وتاكد انه هذا القفل مسكر، واكبس انتر بحط 10000 10000 10000، وصار عندنا المحيط موجود. طيب الان انا ايش حسوي؟ حكبس على السهم الازرق وارجع انزله شوي شوي، اشوف انا المستوى نفس المستوى اللي كنت عليه انا في المي اللي كنا حاطينه في المره الاولى تقريبا هيك. تمام، اشوف من الجوانب كل اشي ممتاز الان. طيب هيك انا صار عندي المحيط اللي مغطي الخريطه كلها، لكن لاحظوا الارضيه هون فيها مشكله، مبين المي شفافه، فانا راح اسوي شويه تغييرات على هذا الموضوع. طيب اول اشي راح اسويه، راح اجي على لاندسكيب، باجي على مانج، باجي على اد، نشوف هذه لو 4 كيف بتصير. بدي اضيف انا هون علق، يلا ممتاز. الان احنا هيك خلصنا تكبير الارض تبعيتنا اللاندسكيب. خلينا نبدا الان نظبط في العالم. نبدا نرجع على السكوبت اللي هي اداه النحت، ونيجي مره ثانيه على الاداه، ونيجي نختار برش سترينج. بدي اكبر برش سايز. الان بدي اضغط شيفت على الكيبورد، شيفت، انا قاعد بنزل الارض لتحت هيك. تمام، خلينا نيجي من هون، ابطئ شوي الكاميرا، الكاميرا كثير قوية سرعتها. طيب اجي من هون انزل كمان هدول لتحت زي هيك. تمام، طيب بتعرف شو تعمل؟ بدي اجي على سيلكت وامسك المحيط وانزله شوي لتحت هيك. بدي اخذ نظرة على الارض، انا اعرف وين الارض العالية وين الارض المنخفضة. طيب انا شايف انا الان منطقة هاي منخفضة، بدي اجي خليني انزله كمان لتحت اكثر. تمام، نرجع على لاندسكيب، ناخذ بلاتن ونضغط على لور منخفض، وبدي اكبر شوي البرش سايز. وين البرش سايز؟ هاي البرش سايز، وبدي اقلل هاي، وبدي اضغط من هون وامسك وانزل كل اشي لتحت. ممتاز، هيك بصير عندنا كل اشي تحت. تمام زي هيك، بيرفكت. كمان من هون، كمان من هون، هنترك شوي بس منهم.
لا الأخيرة هاي بدي شاب تسوي اندو من هون، ممتاز. وبعمل هاي كمان زي هيك من هناك، نسرع شوي الكاميرا عشان اعرف اروح للجهة الثانية بسرعة، امسك هاي انزلها، ممتاز. طيب انا ارجع انزل هدول من هون زي، لا لا لا، نزلنا قطعة المنحدر، اندو، تمام. ننزل هاي شوي من هون، وننزل هدول من هون هيك، تمام، بيرفكت. الآن بدي أنزل المنطقة هاي من هون، ننزل هدول، عندنا ننزل هدول من هون هيك، ممتاز جدا. الآن بدي أجيب أداة السموث ونعم كل الأطراف، باجي بنعم كل الأطراف، ممتاز هيك، بنعم كمان، خلينا نكمل تنعيم، ممتاز جدا، نعم نعم نعم، اوكي، نعم كمان هاي المنطقة من هون، بيرفكت. اجي نعم الجهة اللي هون، اوكي هيك كله منعم، خلاص كله منعم. طيب الان ايش راح اعمل؟ راح اجي على بينت وابدأ ادهن كل الارض هاي بالويت ساند اللي هو العشب المبلول. خلينا نبدأ ندهن الويت ساند، ممتاز، هاي صار نظيف. ادهن هون كل المنطقة، اوكي ممتاز جدا، ادهن ادهن ادهن، بيرفكت. خلينا ندهن المنطقة هاي كمان وهاي، وادهن انا زي هيك، بيرفكت. ادهن انا كمان هون، اوكي ادهن هاي المنطقة هون، ادهن هاي من هون، تمام. تلاحظ صار بريبرنج شيدر، صار يزبط مرة ثانية، يعالج، خلص المعالجة، ممتاز. طيب هيك انا بكون خلصت كل المناطق اللي بدها دهان. برجع مرة ثانية على السلكت، بمسك المحيط تبعي وبرجع ارفعه انا لهون زي هيك، تمام. طيب خلينا نشوف الان، الان انا بدي انزل كمان المنطقة هاي مرة ثانية، لاندسكيب، أداة سكوبس، وبدي أخفف هسه أنا البرش سترينج سايز وأسوي الفول أوف، بس لا خلينا نكبرها شوي. طيب الآن أنا ضاغط شيفت على الكيبورد، أشوف من هون، خلي هاي شوي هون حلوة، تمام، أخفف من هون شوي، تمام، هاي زي هيك، أوكي، شوف المنطقة اللي هون، ممتاز جدا. الان نسوي بلاي، نوسع هاي شوي ونسوي بلاي وناخذ نظرة على العالم تبعنا الجديد. الان صار عندنا محيط، اخيرا يا جماعة صار عندنا محيط، وصار المشهد كثير 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 رائع، وصرنا نقدر نلعب في لعبة تكون واقعية جدا، مش المي الغبية اللي كانت قبل شوي عندنا. طبعا احنا لو نزلنا تحت تلاحظوا في اماكن تحت، لكن الان انا مش مبرمجين احنا انه يسبح، فانه ما راح يصير عندك، بدك برمجة زيادة. خلي اطلع فوق المي، تمام تمام، هيك هيك المنظر صار جدا جدا رائع، وهيك بكون اضفنا المحيط تبعنا. في امان الله، خلصنا الحمد لله، وشكرا للفيديو اللي بعده.